بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الصلاة والصيام والقيام. أمين. رمضان والكلم الطيب. يقول ربنا عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، هذا هو مقام الكلم الطيب عند الرحمن جل جلاله. لذلك أمرنا في أي القرآن أن نقول القول الحسن، وقولوا للناس حسنا، للناس بلا استثناء، وقولوا للناس حسنا. القول الحسن، الكلم الطيب، له أثر في نفوس الناس، في نفوس السامعين، له أثر فعال في قلوب السامعين، يزرع الأمل ويزرع السرور ويؤلف بين القلوب ويستميل القلوب. هذا هو أثر الكلم الطيب. لذلك ربنا عز وجل قال: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال الله عز وجل في سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، وفي قراءة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس، إلى آخر الآيات. ثم يقول الله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا هو مقام الكلم الطيب، وهذه هي ثمرات الكلمة الطيبة. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أكد على هذه المعاني في حديثه الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رب سبحانه عز وجل أعطى قيمة كبيرة للكلمة الطيبة. الكلمة في عمومها ممكن تزرع الأمل، ممكن تزرع اليأس. الكلمة ممكن تجمع، ممكن تفرق. الكلمة ممكن تزرع المحبة، ممكن تزرع البغض. والكلمة قد تكون سببا للسلام والأمن والأمان، وقد تكون سببا للفتنة. أول يسعن زال إلا ووال يفنون إلا ووال يتهدون إلا ووال يتزون السيرم ذقولون إلا ووال يتزون لياس إلا ووال يسدوكول نجمعا إلا ووال يفطون إلا ووال ديتساوين شوال إلا ووال ديتساوين ثلويث. ذينمي أوال يسان غزال ذي الشرعيث وقرن زيخ الجوال ذي الصازيضان يقتضن فاسدا وقارن أي لسي اللان ذا سوم ذا شكيران ذا سنان جاون ثلويث أرثيم لليث. سلام ربي في العالم.